السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: عراق بلا سيادة بعد 2003. في ظل الأحداث المتسارعة في الأيام القليلة الماضية بين قصف ميليشيا حزب الله لقاعدة كيوان في التأميم وقتل متعاقد أمريكي، والرد الأمريكي بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأبو مهدي المهندس القيادي في ميليشيا الحشد، وكذلك ما يسمى بالرد الإيراني بقصف القواعد الأمريكية في العراق، كل هذه الأحداث جرت وسياسيو المنطقة الخضراء بين متفرج أو صامت أو حتى مصعد للوضع بهدف إحداث صراع أمريكي إيراني على أرض العراق، ليكون الضحايا هم العراقيون ولتكون محاولة من المحاولات المستمرة لوأد ثورة تشرين. هنا نطرح بعض الأسئلة مشاهدينا الكرام عن سيادة العراق. هل امتلك العراق السيادة خاصة بعد الاحتلال الأمريكي في عام 2003؟ ألم يخرج العراقيون في ثورة تشرين لأنهم وصلوا إلى قناعة أن لا يمكنهم العيش في بلد بلا سيادة أو إرادة؟ ألم تثبت الميليشيات والأحزاب والقيادات العسكرية الموالية لإيران أن القرار ليس عراقي؟ ماذا عن تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي قالت إن مئات الوثائق الاستخباراتية الإيرانية المسربة كشفت عن سعي طهران الحثيث للاستحواذ على السلطة في بغداد عبر تجنيد مسؤولين عراقيين؟ أليست هذه مجرد تأكيدات للواقع على الأرض؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها في حلقة هذا الأسبوع من منبر الرافدين. نذهب بداية إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن نتحدث عن وضع السيادة في العراق، هل هناك سيادة أصلا في العراق بعد على الأقل الأحداث التي شاهدناها في الأيام القليلة التي مضت من قضية قصف ميليشيا حزب الله العراق لقاعدة أمريكية وقتل متعاقد أمريكي، ثم يأتي الرد الأمريكي باستهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بقتلهما في بغداد، وبعد ذلك ترد إيران بقصف بإطلاق صواريخ على قواعد أمريكية، يقال إنه الرد الإيراني. لكن السؤال: في ظل كل ما حدث لم نرى حكومة المنطقة الخضراء تتحدث عن سيادة وهي تستغل أو تنتهك هذه السيادة من قبل أمريكا وإيران بكل سهولة وأريحية، ولم نسمع من أحد من المسؤولين حديث إلا قضية قاسم سليماني وقتله أبو مهدي المهندس. كذلك خرج سياسيو المنطقة الخضراء الموالون لإيران من أجل المطالبة بإخراج القوات الأجنبية، لم نسمع هذا القرار أو هذه المطالبات بعد أن قصفت إيران القواعد الأمريكية، لم نسمع هذا القرار عندما تفشت إيران بميليشياتها وبعسكريها أكثر من 6000 مقاتل في العراق منتشرون، لم نتحدث عن مطالبات هذا البرلمان أو السياسيين بخروج الإيرانيين. طبعا الموضوع بالنسبة لصحيفة نيويورك تايمز التي كشفت عن وثائق مسربة في السابق، وثائق إيرانية مسربة من الاستخبارات تؤكد أن إيران تتحكم بالملف العراقي السياسي وبالقرار العراقي. الصحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن تحقيقا استقصائيا أجرته الصحيفة بالتعاون مع موقع انترسبت الأمريكي أظهر أن طهران جندت مسؤولين عراقيين، وأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يرتبط بالسلطات الإيرانية. طبعا مشاهدينا، هكذا الصحف عندما تخرج ببحث وبمصدر وبتقرير لن يكون الهدف هو تسقيط، سيكون مبني على أبحاث ومبني على أوراق ومعلومات، وبالتالي عندما تخرج فهي متأكدة أنها تخرج بمعلومات دقيقة للغاية، وإلا هذا الموضوع سيطعن في مصداقيتها. هذه الصحف المرموقة العريقة التي تقوم بإخراج هكذا أبحاث وهكذا تقارير هي تتحدث عن واقع يعيشه العراقيون ويعلمون جيدا كيف هو، وإلا لما خرج الآن العراقيون في ثورة تشرين يطالبون برحيل إيران، وكذلك بعد الأحداث الأخيرة ارتفع الصوت المطالب أيضا بخروج القوات الأمريكية من العراق والوجود الأمريكي كذلك. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي يتحدث عن رفض العراقيين للوجود الأمريكي والوجود الإيراني كذلك في العراق. الدول متحاسبة يوم رايح
طبعا كانت هذه الأهازيج في محافظة ذي قار قضاء الشطرة الرفض لمن يحاول أن يقود حربا بالنيابة عن إيران تحت ما يسمى المقاومة بالنسبة للميليشيات هنا أتحدث، وكذلك هذا ما قصده المتظاهرون ليجر معه العراقيين إلى هذه الحرب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل، مجرد إدخالهم في هكذا صراع من أجل قتلهم من أجل استخدامهم كحطب لنار حرب ربما بين أمريكا وإيران إن كان هذا فعلا ما هو موجود على الأرض. لماذا أيضا يصار أو يراد للعراق أن يكون ساحة قتال وساحة صراع بهذه الطريقة وبهذا الشكل؟ أبو حسام من هولندا، تفضل أبو حسام، حياك الله. السلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك حبيبي. احنا إذا نريد نحكي على السيادة فالسيادة ماكو سيادة بالعراق، لأن لو أكو سيادة ما كان طينا 600 شهيد، لو أكو سيادة ما كان طينا 22 مصاب، وما شفنا أي استنكار من الدولة للأسف، يعني مع الأسف. يعني فاحنا رسالتنا للفاسدين، يعني نقول لهم احنا من يوم 1/10 اللي طلعنا به من اول شهيد من اول نقطه دم وقعت بالعراق، احنا اعلنا النصر خلاص، يعني احنا بعد ما عدنا رجعه انتهت. الوطن 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 يرجع باراده الشعب. الشعب وصل الى نتيجه بان هاي الطبقه الفاسده ما وراها وطن نهائيا، يعني نهائيا ما ورط، لان ما عندهم ولاء للوطن. انت شلون تريد، انت شلون تاخذ الوطن من الناس ما عنده اراده؟ شلون تنتظر عالم تعطيك حقوقك، تنطي واجب للمواطن، وهم ما عندهم حس وطني، انت شو تسوي به؟ يعني ما يفيد نهائيا، ما يفيدوك. فلذلك احنا هاي المظاهرات مستمره لحين تحقيق المطالب. و16 سنه، يعني انت هسه يعني سنتبل تتناقش ويا الدوله بامر مره عرضاني، يعني 16 سنه ما عرفت تبنونكم مدرسه براس خير نموذجيه، ما عرفت تبنونكم شارع، ما عرفت تسوون مستشفى. ابو حسام ليش لما صار قضيه قتل قاسم سليماني وابو مهدي المهندس خرج جزء من البرلمانيين منتفضين ويطالبون باخراج القوات الاجنبيه من العراق وهم يقصدون امريكا، لماذا لما صار الضرب الأمريكي أو الضرب الإيراني للقواعد الأمريكية في العراق ما سمعنا أصواتهم؟ وكان أصلا الموضوع يعني ما يهمهم ولا كان يهمهم، ولا كان الموضوع في بلد من المفترض أن هم السياسيين اللي يديرون شؤونه ويحافظون على سيادته. أكيد مو احنا سحكينا بداية كلامنا، الولاء ماكو ولاء وطني. أنت إنسان إذا ما عنده ولاء وطني تنتظر منه؟ هي هاي النتائج اللي وصلت هذا الشعب العراقي لهي النتيجه. هو ولاء، لو عنده ولاء، لو عندهم ولاء وطن، ولاء وطن اقسم بالله، لو عندهم غيره وضمير كان استنكروا على هالشهداء اللي انطيناها. هاي الشهداء، هاي 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 الشباب اللي طلعت مثل الورود، بتريد وطن يسحبون عليهم بعثيه؟ على اساس هذول لحق على البعث؟ يعني كل ما طلع لك قالوا دير بالكم دول سنه، دير بالكم جوكم الشيعه، دير بالكم دول بعثيه، دير وخلصوها علينا 16 سنه على هاي المسرحيه، وهاي المسرحيه انكشفت خلص بعد انتهت. السنه والشيعه والكرد وكل العراقيين، كل الطوائف العراقيه، كل الطوائف العراقيه كلنا تجمعنا ايد واحده ووطن واحد، وهاي المسرحيه اللي كانوا يلعبون علينا بها 16 سنه انتهت خلص بعد، ما لها عوده. شو يعني هاي هي الخرخاشه الاخيره كانوا يخرخشون فيها مال بعد وانتهت، ماكو، هاي الخرخاشه انتهت، والعراقيين متوحدين، والنصر غصبا عليهم، والوطن يرجع باحضان
اهل الوطن ذول الابطال اللي موجودين بالتحرير وكل الساحات وكل المحافظات. ذول الابطال الشرفاء، وخاصه تحيه من اعماق قلبي الى اهل الناصريه، اهل ذي قار الابطال الشرفاء، كلنا وياكم. والوطن امانه برقبتكم او امانه برقبه كل عراقي شريف. ابو حسام اشكرك، كنت معنا من هولندا. معنا اريام من الاردن، تفضل يا اريام. مرحبا، اهلا وسهلا. احيي قناه الرافدين، احيي مقدم البرنامج استاذي محمد. شكرا جزيلا. انا احب احكي انه العراق بلا سياده، وان الرئيس الوزراء العراقي هذا مسلوب الإرادة. وأتمنى وأدعي من الله أن يحفظ العراق من كيد إيران وأن يرجع قوي، لأنه حكى لي بابا إنه قوة العراق تقوى الدول العربية. شكرا لكم. شكرا يا أريام، كنت معنا من الأردن. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو فيصل، كل الهلا. الله يحفظك، تحية لك وتحية للعراق، الشعب العراقي الثائر، وتحية لمحافظات العراق الشريفة كلها الثائرة. بالنسبة لسيادة العراق، فسيادة العراق أستاذ محمد هي مفقودة من 2003. هو رئيس الوزراء هو تبع الحرس الثوري الإيراني، يعني العراقيين طلعوا والشرفاء يطالبون بوطن، يعني واضح مطالب الشعب. ولن يستقر وضع العراق ولن تكون للعراق سياده الا بزياده هذه العمليه، ما يسمى العمليه السياسيه الفاسده التي هي من 2003 دمرت العراق. لابد من اسقاط هذه العمليه كامله بجيشها بامنها، انها ليست دوله، العراق الان تحكم عصابات ايران. نعم. فاملنا بالله سبحانه وتعالى ثم الشعب العراقي يغير موازين هذه الحكومه ويسقط المجرمين كلهم. متحيه لك. شكرا يا ابو فيصل، كنت معنا من السعوديه. مشاهدينا الكرام، نود الان ان نشاهد مع حضراتكم من محافظه بابل والمتظاهرون يهتفون ضد ايران وضد الولايات المتحده كذلك. امريكا وايران، اهل يوم الحل نصيح لا امريكا لا ايران، اليوم الحل نصيح لا امريكا ولا ايران، يوم الحل نصيح لا امريكا لا ايران، اليوم الحل نصيح مشاهدينا. معنا الآن جودة من اسطنبول، تفضل يا جودة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد حبيبي حياك الله. أهلا وسهلا، حياك حبيبي. بالنسبة هذا الشغلة مع العراق، نعم. أنا من البداية قايل الميليشيات الميليشيات. نعم. أستاذ العزيز، أنت تذكر تاريخ لما طلع الأمريكان من بداية الـ 2011، دخل بدالهم الميليشيات من الإيران هما أطراف إيران الكل، مثل ما تفضل حضرتك تقول بأن طلعوا مظاهرات على مود من شو اسمه، قول من وزارات ما وزارات. طيب. صحيح، بس ما يطلعون مظاهرات على مود شبابنا. يومية عندنا 50-60 شهيد لأن ترس بدأ الأمريكان اجوا شو اسمه الميليشيات الإيرانية. هسه في السيناريو الجديد قتلوا سليماني في سبيل شنو؟ يجي امريكان. اخي العزيز، يعرف كل العراقيين تحالف اكو بين ايران وامريكا ضد الشعب العراقي، هذا معلوم، معلوم بكل جوانبها. نعم. زين؟ نعم. حبيبي هذا ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله بوجود الخيرين والطيبين ان شاء الله محلوله. بس خلي يعرف شعب لا يثقون لا امريكان ولا الايرانيين. نعم. وان شاء الله سيد جودة، يعني لما يطلع الان الشارع العراقي ويقول لا امريكا ولا ايران، ونشوف داخل البرلمان يطلعون سياسيين يهتفون نعم نعم سليماني، سليماني زعيم قائد الحرس الثوري الايراني، وهذا القيادي المصنف ارهابي دولي اللي دمر بالعراق واللي استهدف المتظاهرين، يطلعون يهتفوا له. طيب ذولا يمثلون منو؟ بس لان برلماننا الحكومه كلها ايراني اخي العزيز، ماكو ولاهم للعراق. يختلف هسه انا وانت نحب العراق، ما نحكي هالسالفه. الجماعه يتكلمون وياك بالتليفون، مشكور من عندهم، يشاركون وياكم، قناتكم مذكوره والشارع معاكم ان شاء الله. نعم.
زين حبيبي، فهذول الايراني شفت بان من جثمان من اللي شالوا جثث مشوا وياهم كل النواب والوزارات. نعم. زين لعد هالشهداء شبابنا ليش ما يطلع فد واحد؟ صح ولا لا؟ نعم. الله ينتقم من عندهم فين شقولاني، وان شاء الله منصورين ان شاء الله. شكرا يا جودة، كنت معنا من اسطنبول. مشاهدينا طبعا للتاكيد اكثر ان ما يسمى بهيئة الحشد اللي كان يقودها أبو مهدي المهندس أو نائب هيئة الحشد، نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس اللي قتل بغارة أمريكية، وهذه هذا التشكيل الحاج زاد وهو القيادي قائد القوى الجوية في الحرس الثوري الإيراني في مؤتمر صحفي في طهران كان يتحدث عن الضربة الإيرانية للولايات المتحدة أو القواعد الأمريكية اللي تمت في العراق، كان خلفه مجموعة من الأعلام، العلم الإيراني وعلم الحرس الثوري كشعار، وبعد ذلك الحشد الشعبي وحزب الله اللبناني وميليشيا الحوثي في اليمن، هذه الشعارات للميليشيات وكذلك جهات أخرى. لم يكن هناك علم عراقي في الموضوع، كان علم الحشد الشعبي خلف قائد القوى الجوية في الحرس الثوري الإيراني مع العلم الإيراني في طهران يتحدثون عن موضوع قصف إيران للقواعد الأمريكية. موجود الحشد أو ما أسباب أصلاً وضع علم الحشد في هكذا مكان إن لم يكن هو من ضمن الأذرع للحرس الثوري الإيراني ولإيران بشكل عام؟ هذه الميليشيات بأعلامها التي وضعت خلف قائد القوى الجوية هو أكبر دليل أن هؤلاء هم حلفاء إيران وهم أذرع إيران في المنطقة، وهذه أيضاً رسالة ربما لمن لا يعلم أو لا يريد أن يعلم حقيقة الأمور والأشياء. هي أكبر رسالة وأكبر توضيح أن هذه الميليشيا التي تسمى الحشد الشعبي الآن في العراق بتشكيلاتها المختلفة هي جزء من المشروع الإيراني، وهي جزء من أدوات إيران المنتشرة في المنطقة، والهدف هو المشروع الإيراني بالتمدد وتدمير المنطقة والوقوف على دماء الأبرياء وجثثهم في سبيل الوصول إلى الأهداف. ما الذي يفعله علم الحشد الشعبي أو شعار الحشد الشعبي مع أو خلف قائد القوى الجوية بدون وجود العلم العراقي إلى جانبه إن كان هذا فعلا هو تنظيم عراقي؟ هذا السؤال، وأجابت عنه إيران بهذه الطريقة التي وضعت بها العلم، أنه أكبر دليل أن هؤلاء هم الحلفاء وهؤلاء هم أدوات إيران في المنطقة. السيد أبو علي من كربلاء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وأنا من واسط يعني، وهو كل إن شاء الله العراق واحد. حياك الله. تحية إلى حضرتك وتحية إلى جمهور الرافدين. كل الهم. سيد الكريم، السيادة. نعم. هي السيادة تبدأ من علم، وكذلك تبدأ من كلمة. يعني إذا رئيس وزراء يزور دولة لا يوضع العلم في الغرفة اللي هو موجود فيها، هذا معناه أنه الدولة هذه لا تعترف. هذا أعتقد صارت أعتقد في أحد رئيس وزراء العراق عندما ذهب إلى إيران. نعم، كلهم أبو علي، كلهم المالكي. نعم. وأي واحد منهم؟ أي زي حلوة زي حلوة. هناك بدأت السيادة. هذا واحد. اثنين، السيادة من تبدأ أنه هي معروفة أن إحنا بالعراق أنه هيبة البيت من راعي البيت. نعم. فإحنا إذا دولة، إذا هو نفسه رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب يدري أنه هو أساساً صار لهذا المنصب بموافقة دولة أخرى. نعم. هذا أكيد أنه يعتبر نفسه ما له هيبة. سيادة العراق اليوم للأسف العراق ما عنده سيادة صراحة. الدولة سيادتهم بس سلطة الأحزاب على الشعب، لا أكثر ولا أقل. نعم. وين السيادة إذا يطلع واحد إرهابي حسب ما مصنف من العالم وقائد ميليشيات وما عنده أي مسؤولية في البلد؟ نعم. ويهدد أعضاء مجلس النواب، يقول اللي ما يصوت على القرار هذا ما خليه يقعد ببغداد. وين هي السيادة؟ نعم. وين هي السيادة من يطلع رئيس ميليشيات وهو إرهابي بعد ويوقف يقول إيران أخذت بحج السليماني وإحنا لازم نأخذ بعد حج؟ لعد وين القائد العام للقوات المسلحة؟ نعم. وين هي السيادة من يرفع إلى جانب علم العراق علم ميليشيات؟ نعم. وين هي السيادة؟ الميليشيات مهمة قالوا ضموها إلى قوات المسلحة، صارت من ضمن القوات المسلحة، ليش يرفع علم الحشد؟ خلاص انتهى، ما دام انضمت القوات المسلحة صار وجود. نعم. إذا هم على حسب تعبيرهم هم، ليش يرفع علم الحشد؟
هل بعمرك شفت يا ابو علي في اي دوله بالعالم المحيط بينا القريب او البعيد او سمعت انه بلدين يضربون بعض يقصفون بعض في بلد ثالث بلد تسمى انتهاك للسياده؟ يعني احنا ما انا مش شايف بحياتي انه ايران تضرب امريكا او اي بلدين يضربن بعض قصف لاهداف تابعه للبلدين على ارض بلد ثالث، والبلد الثالث طبعا احنا عندنا الموضوع ولا كانه موجودين الجماعه. السبب سيد الكريم، السبب انه الدولتين ما معتبرين اهميه لصاحب هذا البلد، رئيس هذا البلد، سواء رئيس جمهوريه، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس وزراء. نفسه هو قاسم سليماني كان موجود في سوريا وامريكا تدري به. وراح لبنان ويدرون به. وطار من لبنان راح العراق ما انضرب الا بالعراق. يقدرون يضربونه سوريا لكن السوري ما يرضى. روسيا ما يرضون عليه. زين هذا واحد، اثنين راح لبنان الرئيس اللبناني ما يرضى والمجتمع الدولي ما يرضى. اليوم ضربوه بالعراق والعراق لأن سليماني لو مضروب واحد غير سليماني أي شخص آخر غير سليماني العراق ما يرفع مذكرة للأمم المتحدة يشكي أمريكا. زين مو إيران ضربت ليش ما رفعت مذكرة للأمم المتحدة؟ ما رفعت مذكرة قال والله ها راح نستدعي السفير بس استدعوه أو لا ما حد وزارة الخارجية ما صرحت. هذا واحدة. اثنين يعني رئيس وزراء ما شاء الله إحنا رئيس وزراء صاير مأمور بدالة أمريكا خابرتني راح أضرب الحشد. أمريكا خابرتني قالت راح أضرب سليماني. إيران خابرتني قالت راح أضرب قواعد أمريكية. تعرف شنو دورك؟ عندك دورك ترفض؟ يعني هو هو دورك؟ هو فعلًا لما يطلع لوسائل الإعلام ويقول أنا تبلغت إنه إيران حتضرب أو أمريكا حتضرب، يعني هو شنو منظره أو شنو وضعه من يطلع قدام العالم يقول أنا تبلغت؟ طيب وين رفضك؟ وين حفاظك على السيادة اللي صدعت رؤوس العراقيين بها؟ أنا أقول لك تذكر وين هذا؟ تتذكر من خطف مدير المعهد أكو معهد عسكري خطف لواء هو؟ نعم نعم. رئيس وزراء يناشد الميليشيات يا ميليشيات حتى تطلق صراحة. بعد هذا وين السيادة؟ أكو سيادة؟ هي السيادة أخي الكريم بسنة 2003 أخذوها غلفوها وضموها. وإن شاء الله السيادة أنا قلت أكثر مرة قلت لك السيادة مريضة غرفة الإنعاش غرفة العناية المركزة من اللي يداويها الثوار هم اللي يداوون. وإن شاء الله راح يقومون يعيدون السيادة مرة ثانية للعراق. وأنا أشكركم وأشكر قناتكم. شكرا جزيلا أبو علي كنت معنا من واسط. شكرا جزيلا لك للمشاركة. نود أن نشاهد مع حضراتكم الآن أيضا من محافظة البصرة المتظاهرون يهتفون ضد إيران وضد أمريكا أيضا فلنشاهد. مشاهدينا الآن معنا السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة على الشرفاء للعراقيين وعلى إذاعتكم الكريمة ولحضرتك أستاذ محمد. شكرا جزيلا. أستاذ أنتم تحسون على السيادة، هو الوطن العربي كله كدول عربية لهم سيادة. ما لنا علاقة بالدول العربية، خلينا بالعراق. راح اجي في الموضوع تفضل. لانه احنا كلنا تحت سياده امريكا لانه هذا اتفاق دولي انه ما بين ايران وامريكا انه امريكا بعد ما تستخدم اي جنود من جنودها في ضرب اي دوله الا عن طريق الحكام العرب وعن طريق ايران. ام عبد الله انا بس اسال حضرتك حتى لا تتوسعين بالفكره وتوصل بشكل غير صحيح. هل شفتي بس سؤال لحضرتك سؤال وتكملين. هل شفتي حضرتك في بلد عربي هناك ميليشيا في بلد عربي غير سوريا وغير اليمن ولبنان الجنوب، هل شفتي في بلد عربي من بلداننا العربيه المنتشره ميليشيا تتجول بالشارع والامن ما يقدر يسوي شيء؟ هل عمرنا سمعنا عن بلد عربي بغض النظر عندك ملاحظات على الحكام او غيرها، هل عمرنا شفنا المواطن غير مؤمن على حياته وهو طالع ده يمشي بالشارع الا في العراق؟ استاذ هذا يعني هذا تكتيك ايراني وهي الحكومه العراقيه انه سووا لهم
جيش ثاني بعد الجيش العراقي وهو الذي يتحكم بالعراق ككل من شماله الى جنوبه. فلهذا انه حتى نعطيهم رواتبهم نعطيهم وقاموا بعمليات تدريبهم في دول العالم مثل صربيا واوكرانيا وعلموهم على قتال الشوارع وقتال الاصابات. فهذا يعني هذا مو شيء جديد بالنسبه للعالم، هذا شيء ثاني احنا صار في بلدنا. يعني انا دا اقصد انه سياده العراق من تنتهك من قبل الدول العربيه ومن وهي متفرجه ونشوف الضربات الامريكيه اللي تضرب بها في كل موقع من مواقع الوطن العربي ماكو احد يحكي. زين الجامعه العربيه شنو شغلها؟ الجامعه العربيه المفروض هي تجمع الوطن العربي او تحل مشاكل الوطن العربي. من شافت التدخل الايراني والحكومه مالتنا العراقيه هي حكومه ايرانيه ليش ما تتدخل ولا سوت اي شيء لصالح العراق؟ ليش بقت متفرجه؟ الدول العربيه ليش تبقت متفرجه بالوطن العربي؟ كل الدول العربيه وكل الدول الاجنبيه من نشوف اي دوله ضعيفه تضعف في الوطن العربي يقومون بعمليه شلون النهش ينهشون بسيادتها. يدخلون الاجانب ويدخلون المرتزقه والمرتزقه اللي دخلناهم احنا افغان وايرانيين وحاربوا الى جانب الحشد في ضرب العراقيين وخاصه ضرب المحافظات العراقيه وضرب هسه على المناطق الجنوبيه. كل هذا تكتيك ايراني ليش؟ لانه امريكا بعد ما تستخدم جيوشها قامت تستخدم ابناء الوطن تسوي بيناتهم نعرات طائفيه ومساده الحكام العرب. فلهذا نشوف احنا ترى قضيتنا ما تنحل الا عن طريق الاتحاد العراقيين ككل كلهم حتى المحافظه على سياده العراق على وطننا العراقي. وتحياتي. شكرا ام عبد الله، كنت معنا من بغداد. مشاهدينا نود أن نذهب إلى فاصل قصير الآن ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نقرأ بعض الرسائل التي وردت على الواتساب. طبعا رسالة تقول السلام عليكم، أحب أسلم عليكم سارة. شكرا يا سارة. سيد مبروك من الإمارات يقول تحية لك أخي محمد، ثورة تشرين الأبطال تستمر بإعطاء مزيد من الشهداء الأحرار خاصة بعد إلقاء أو القضاء على رؤوس الأفعى سليماني والمهندس، وستستمر الانتفاضة بهذا الزخم الجماهيري الكبير. مليونية 10-1 هي دليل على تحقيق الأهداف لهذه الانتفاضة المباركة للخلاص من ذيول الشر عملاء إيران وطردهم، وهم هم وأمريكا، لأنهم وجهان لعملة واحدة هدفهما السيطرة والنفوذ وكل مصالح العراق بعد 2003. شكرا لك. رسالة تقول طبعا أحد الأشخاص هنا يعيد موضوع تنظيم الدولة وانه تجاوز، طبعا هاي موضوع الاسطوانه المشروخه اللي عمرها ما انتهت، الاعراض والنساء. طيب يقول العرب ما يستاهلون سليماني يحارب لهم، داعش لكم زين مو ايران. طيب اولا يعني باختصار شديد حتى لا نطول الموضوع، تنظيم داعش تنظيم متطرف ارهابي وهذا الموضوع مجمع عليه من الجميع، ودمر وقتل ويعني سوى اللي سواه. إيران فعلت مثل ما فعل تنظيم داعش بالعراقيين وأكثر، لأنه داعش ظهر في سنوات قليلة واختفى، وإيران موجودة في العراق منذ 2003. ميليشيات إيران وأدواتها وقاسم سليماني موجودين في العراق منذ 2003، يعني فعلوا بالعراقيين أكثر، وهناك أدلة كثيرة والوقت لا يسع لطرحها كلها. موضوع العرب ما يستهلون سليماني، لا أحد بحاجة إلى إرهابي دولي لكي يوجد على أراضيه.
لو العراقيون كانوا يريدون قاسم سليماني لطالبوا به في المظاهرات. المظاهرات الآن هي مرجعية العراقيين، هي شعار العراقيين. عندما خرج العراقيون في ثورة تشرين يطالبون بخلاص الوطن من الأحزاب ومن الميليشيات ومن إيران ومن الولايات المتحدة وهذه الأذرع وهذه الذيول كما وصفوها، هم يعلمون من الأعداء. بعد 16 عاما وإحنا طابين هسه على السنة 17، وصل العراقيون إلى قناعة تامة ووعي كامل ومعرفة تامة للأمور والأشياء، من هو العدو ومن هو الصديق. ووصلوا الآن إلى هذه القناعة التي تقول بأن إيران خطر ووجودها وجود داعش. ولذلك حتى شبه العراقيون الميليشيات التي قتلتهم في الساحات الموالية لإيران والأحزاب الموالية لإيران التي قتلتهم في الساحات شبهوهم بالدواعش، نفس الإجرام. شكرا لك السيد صباح من بغداد، تفضل. صباح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. موضوعكم اليوم عن السيادة، السيادة اللي ينتهكوها كل الدول الإقليمية وكل الدول الغربية. يعني احنا لا ننسى ان من الجاب المحتل الأمريكي وقع وياه على البند السابع عن العراق محتل، جابوه هم نفسهم الأحزاب اللي كانوا يسمون فيهم معارضة خارج العراق وعايشين بأوروبا، حزب الدعوة وامثالهم وبدر وغيرها، وكانوا يتعاونون مع إيران ومع أمريكا. نفس الأحزاب جابوهم قالوا لهم ان العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وبالتالي طلعت العراق ما يمتلك اي شيء. يعني تقارير امريكيه استخباراتيه قالوا العراق ما يمتلك اسلحه دمار شامل. اذا احتلالهم للعراق هم نفسهم اللي جابوهم واحتلوا البلد. حاليا شفنا احنا الانتهاكات والسياده اللي انداس عليها من قبل عده دول، مثلا امريكا بالدرجه الاولى، ثاني شيء ايران، وثالث شيء الاحزاب اللي حاكمه اللي هي الاحزاب عندها ميليشيات طائفية، شكلهم ميليشيات طائفية. ستم انتهاك السيادة من زمن 2003 سقوط بغداد لحد الآن. يعني هسه صارت حزب الدعوة والبرلمانيين اللي شفناهم احنا، الأحزاب الإسلامية بقبة البرلمان يريد يطردون الأمريكان، هسه صارت عندكم سيادة. يعني هسه الميليشيات الطائفية من تقصف صواريخ بدون علم الدولة، بدون علم وزير الدفاع، بدون علم وزير الداخلية، هذا مو انتهاك؟ هاي الصواريخ اللي حاليا هم مخليها بالبساتين وبالمناطق السكنيه بدون علم الدوله، يمتلكها الميليشيات الطائفيه الاعصاب وودر وغيرها، هذا مو انتهاك؟ ايران اللي قصفت البارحه اكثر من 30 صاروخ، اللي قسم وقع منها بالطريق وقسم وقع منها بشمال العراق باربيل وقسم منها في محافظه الانبار وقسم بغداد على اطراف بغداد قاعده تاجي. يعني هذا مو انتهاك؟ لكن احنا هذا مو انتهاك للسياده، انتهاك للسيادة من قبل أمريكا ومن قبل إيران ومن قبل الأحزاب نفسها الحاكمة، حزب الدعوة الحاكم. هاي حقوق الإنسان اللي دولة وقفت عاجزة عن توفير أبسط الخدمات والوظيفة الملائمة للشخص والتعليم المجاني والصحة وغيرها، التأمين الصحي ما عندنا. كل هذا انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك للمواطن العراقي على إيد الميليشيات الطائفية على إيد الأحزاب الحاكمة. يعني ماكو عندنا أي سيادة من أي اتجاه تجيبها. يعني حاليا الجواز العراقي والجنسية العراقية يعني صارت يعني مع الأسف من أسوأ ما يكون مقارنة بالدول. شلون يقبل بعض اللي يقولون على نفسهم ان هم وطنيين وعراقيين من ذول اللي موجودين بالسلطة الأحزاب او حتى زعماء الميليشيات اللي صدعوا رؤوس العراقيين بالمقاومة والدفاع عن العراق؟ شلون يقبلون على نفسهم ان هم يأججون صراع حتى يدافعون عن إيران ضد أمريكا على أرض العراق؟ يعني يستخدمون سلاح العراقيين، يستخدمون أرواح العراقيين ومال العراقيين في سبيل الدفاع عن إيران. يعني شنو هذا الاستقتال على إيران؟ وشنو اللي قدمته إيران للعراقيين وللعراق بشكل عام؟ يعني بالله عفنا منهم لأن هم مستفادين منتهين من هذا الموضوع، لكن إيش قدمت إيران للعراقيين اللي هؤلاء يتكلمون باسمهم؟ بالنسبة لإيران ما قدمت شيء، أي شيء للشعب العراقي أو للحكومة العراقية مجان. احنا اللي شفناه مع المخدرات والأمراض والأدوية الفاسدة وغيرها، وحتى تصديرهم للإرهاب داعش مشكوك في أمره أنه تابع الأمريكا والموساد والإيرانيين، لأن احنا نعرف ملف داعش شنو. أما ملف الميليشيات الحاكمة حاليا نعتبرهم ذول ذيول لإيران وجاي يردون الدين. يعني مثلا بدر ومنظمة بدر اللي نشأ مترعرعام بحضان الإيرانيين
من قبل 79 ولحد الآن وحزب الدعوة الحاكم. هذا الجميل لازم يردوها، يعرفون باسمهم إذا انهارت إيران هم ما راح يبقون بالحكم، دفة الحكم في العراق. كل الأحزاب اللي مشاركة الأساسية الستة يعني يعرفون إذا انهارت إيران هم ما راح يبقون حاكمين، لازم يظل تابع وذيل لإيران ويدافع ويستقتل على إيران في سبيل يبقى يحكم ويبقى يسرق ويبقى ما حد يحاسبه ويبقى السلطة له والشارع له. وهاي الميليشيات الطائفية يعني أكو ملاحظة اللي يتبجحون بالمقاومة العراقية والله عيب عليهم وعار. احنا نعرف والأمريكان هم نفسهم المتضررين من المقاومة العراقية الشريفة من الاحتلال 2003 إلى 2010، يعرفون من كان يضربهم بالمحافظات الغربية والسنية وغيرها. هسه من يسرقون هذه الإنجازات القديمة ودماء الشهداء اللي ضحت في سبيل تقاوم الأمريكان ويسمون أنفسهم مقاومة المحور وما أدري شنو، يعني هذا مو عيب عليهم. هسه الأمريكان أنتوا صواريخ ما تقدر تضربون السفارة، لو تقع بالجادرية على العوائل الآمنة، لو تقع بالغلط بصحة الاحتفالات لو غيرها، يعني يسمون أنفسهم مقاومة. مقاومة ضد منو؟ ما تقاومون ضد التواجد الإيراني، ليش تقاومون ضد التواجد الأمريكي اللي أنتوا أساسا جبتوه وأنتوا أساسا وقعتوا يا اتفاقية بأن يبقى قواعد بعيدة الأمد وأربع قواعد رئيسية، من وقع عليها غير المالكي وجماعته؟ حاليا هسه قمتوا تتباكون على السيادة والعراق انهار سيادته من جراء هاي الأحزاب الموالية لإيران، صرتوا ذيول لإيران. شكرا يعني لك سيد صباح من بغداد، أنا أشكرك وضحت الفكرة. معنا السيد أبو عمر من الموصل. أبو عمر تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. شوكم حياك الله. أهلا وسهلا. حيي قناتكم المفضلة أستاذ. بارك الله بك أستاذ. أنا مد موضوع العراق وأمريكا وإيران. نعم. هو ليش قاسم سليمان يرحم والدك إيراني وقاسم سليمان عراقي عندهم؟ شلون؟ شلون أستاذ؟ خوش شو أسألتني أستاذ. إذا هو كان إيراني مو كان عراقي، ليش يسوون أش اسمه عزاء بالأنبار وعزاء بصلاح الدين ومجلس عزاء بالش اسمه يعني محافظات العراق كلها يعني ضاجوا حيل؟ محافظات العراق ضاجوا من هم بالضبط؟ هل اللي ضاج العراقي المواطن العراقي؟ محافظة الأنبار، محافظة صلاح الدين، محافظة ماشي. شفنا هاي الأخبار وشفنا إنه بعض يعني مجالس العزاء اللي صارت. سؤالي، هل العراقيين هم اللي حابين هذا الشخص؟ لو بعض المنتفعين، بعض الموالين، بعض الأتباع يعني 80% يحبوه. من هم 80%؟ العراقيين أستاذ اللي حضرتك متوهم. أبو عمر الله يخليكاني. لا الله يخليك أنت أخويا، لا تعبر من خلال برنامجنا معلومات خاطئة. روح أرجع لساحة التحرير وشوف العراقيين إيش يقولون على قاسم سليماني والساحات اللي سقط بها أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 27,000 جريح. ذول اللي يقولون سليماني برا وإيران برا. شكرا أبو عمر. مرفوض أنه يتم استغلال البرنامج لإيصال معلومات خاطئة والترويج أو التشويه. العراقيون احتفلوا الساعة 4 فجرا في الشوارع بهلاك قاسم سليماني. هذا الشخص الذي لم يأتي للعراقيين ولا للسوريين ولا لليمنيين ولا حتى للبنانيين بكل خير، جاء بالمصائب وبالميليشيات. وذكرت وكالة فارس للأنباء الإيرانية الشبه الرسمية أنه القائد الحقيقي للمعارك وللعمليات العسكرية في العراق، هذا ما ذكرته نصا، وغيرها طبعا من تصريحات كثيرة ومن أحاديث كثيرة من قبل إيران، اعترافات أن الموضوع يدار في العراق عن طريق قاسم سليماني. كيف يقبل العراقي الذي قاتل هذه الدولة وقاتل سليماني 8 سنوات وأسقط سليماني من العراقيين عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الشهداء في هذه المعركة الطويلة، أن يقبلوا أن يكون قاسم سليماني بطل على أرض العراق وهم الذين سالت دماؤهم على هذه الأرض للحفاظ عليها من سليماني ومن العامري من قاتل معه والمهندس وغيره؟ معنا لدينا رسالة نكمل. يقول أحد الأشخاص هنا، يقول سبب المصائب التي تحل على العراق هي الميليشيات الطائفية التي تدعي الوطنية والتي تعمل تحت غطاء حكومي وبرضاء الأمريكان وتحت نظرهم، والحل لإسقاط هذه الميليشيات هو الكفاح المسلح، هكذا يرى أحد الأشخاص. لكننا نقول نبقى مع سلمية التظاهرات طالما هذا هو شعار العراقيين. السيد أبو حسين من كربلاء تفضل.
عذرا استاذ ابو محمد عيني. كل الهلا حياك الله. الله مقيم باك. اولا بالنسبه للاخ اللي قال قاسم سليماني و80% من الشعب العراقي تحت رايته فهذا مخطئ الرجل. قاسم سليماني رجل فارسي. والفارسي ما ممكن ان يكون عرب والعراق بلد عربي وامتداد عرب. هاي اول نقطه راس سطر. ثانيا نتحدث عن السياده، اي سياده ورئيس وزراء رجل فاح. نعم. نعم يا ابو حسين. سيد ابو حسين موجود؟ الا الويلات والا الدم والا ما اعرف ايش اوصفهم من وكلهم مرتزقة. نعم. إيران أولاً أمريكا وسلمتنا الإيران على طبق من ذهب. وإيران بينت من خلال صواريخها أنه نمر من ورق. نعم. وما لها أي قيمة عسكرية. ولكن أنا دولة ذيول شلون أفهمهم وشلون أقنعهم أنه أنتم مخطئين وأتركوا بلدنا وأتركوا شعبنا ويا ناس شعبنا. أولا أنا رجل من كربلاء. نعم. قرايبي بالفلوجة من بني سعد. نعم. بمعنى أنه إحنا ناس شطب ناس. نعم. أبو حسين أنا أشكرك وضحت الفكرة. كنت معنا من كربلاء. لدينا رسالة تقول السلام عليكم، لا يوجد فرق بين الدواعش والميليشيات التي تدعي المقاومة الإسلامية. هذولاك دواعش ظاهرين وهؤلاء دواعش مستترين أو متسترين باسم الدين مثل الخزعلي ومقتدى وهادي العامري. والمشكلة تكمن في الجهل والأغبياء اللي يتبعونهم، يتبعون الجهل. المشكلة هؤلاء مجرد كذا للخامنئي. أخوكم حسام من العراق مغترب بسبب الميليشيات. شكرا يا حسام. الشخص اللي كان دا يشتم ويقول الدواعش والأعراض والكذا أم رجع ويشتم من جديد. يعني أنا أتمنى حقيقة من الموضوع لا يتحول إلى شتائم ويدخل بالدليل والحجة والبرهان، يحاججنا يناقشنا بشكل موضوعي، يطرح ما لديه من أفكار ونرد عليه أيضا بما لدينا. المسبة والخطأ يعني ما أعرف ممكن شي يستفيد. رسالة تقول تحياتي لك أخي محمد، أتصور بالاتفاق بين أمريكا وإيران لاغتيال قاسم سليماني والمهندس للخلاص من الميليشيات وعدم استطاعة إيران السيطرة عليهم لتوسع نفوذها أو لتوسع نفوذهم. طبعا إيران يعني تقصد إيران فقدت السيطرة عليهم لتوسع نفوذهم. أما إطلاق الصواريخ هي مسرحية، أما إطلاق الصواريخ فهي مسرحية ونتائجها معلومة. يعني هكذا يرى كثيرون حقيقة أن ما يحدث أو ما حدث في الأيام القليلة التي مضت هي مسرحية. نحن بغض النظر عن النوع الذي حصل، إن كان أمر متفق عليه، إن كان مدبر في الخفاء، إن كان مسرحية بالاتفاق أن قاسم سليماني رأس قاسم سليماني مقابل بعض التنازلات الأمريكية مقابل بعض التعاون، بغض النظر. لكن الفكرة أو السؤال اللي إحنا طرحناه في بداية الحلقة واللي دا نتكلم به أنه ماذا عن هذه التماثيل اللي موجودة بالمنطقة الخضراء اللي يسمون سياسيين؟ هؤلاء ما هو دورهم عندما تنتهك السيادة العراقية بهذه الطريقة؟ إيران موجودة من الاحتلال من 2003 والولايات المتحدة قال لي أحد الأشخاص خرجت، هي لم تخرج أصلا من العراق وموجودة في قواعدها وفي السفارة. هؤلاء من يديرون الشؤون في العراق. عندما يقول أياد علاوي في 2010 أنه
أمريكا بقرارها وبحضور السفير الإيراني أو شخصية إيرانية وتم الاتفاق على إكمال نوري المالكي للولاية رغم أنه لم يفز بالانتخابات، يعني أين القرار إذن العراقي عندما يقر من الذي يحكم هذا البلد عن طريق جهات خارجية دولية؟ لا توجد سيادة. كم لدينا من الوقت بقية؟ رسالة تقول: السلام عليكم أستاذ محمد، أني متابعك هواي وأتمنى تذكر رسالتي، يا رب تفرج على العراقيين. حمودي من بغداد، شكرا لك. طيب مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.